كيربي، أريدها. إنها ملكي، آسفة. وهذه نقودي. لكنها آخر قطعة. ساعديني من فضلك. لا مشكلة، يمكنني صنع حورية البحر باربي لها إذا أردت. أوه حقا؟ بالطبع أريد. أولا نصبغ شعرها باللون الأحمر. الآن حان وقت تحويلها إلى حورية البحر. بالنسبة للذيل، نلف الساقين بشريط لاصق، ثم نبدأ العمل عليه، ثم نستخدم ألوانا أخرى لتصميم بعض الزعانف الجميلة. والآن نتأكد من أنها تبدو رائعة. نضع بعض الغراء ونسكب بعض اللماعة. أتريدين مقابلة صديقتك الجديدة؟ حورية البحر باربي الفريدة من نوعها. واو أمي، إنها جميلة جدا، شكرا لك. أرى إذا كنت سوف تسقطين في المرحاض. أو لا، لقد وقعت. أمي، سقطت باربي. ارفعيها من فضلك. لا يا عزيزتي، فلنتخلص منها فقط. هناك. ولكنني أحب هذه الدمية. سوف تعجبك هذه أكثر. باربي جديدة ونظيفة. فلنفتحها ونرى. رائع، باربي حورية البحر. أمسكي بهذه. هناك مفاجآت أكثر قادمة. الآن اغمسيها في الماء وانتظري. رائع، تغير لونها. أحب اللون الأرجواني. ويمكنك إضافة بعض الزعانف والتاج أيضا. جميلة، أليس كذلك؟ لا 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 لا. ماذا؟ ما هذا؟ ساعدوني. ما هذا؟ هل تعتقدين أننا يمكننا إنقاذها يا أمي؟ قادرة. ربما نتمكن من إنقاذها. نلف ساقها بشريط لاصق. سوف تتحول إلى حورية بحر رائعة في وقت قصير. ها هي. ما رأيك؟ أحببتها. ما الذي يعجبك أكثر؟ انظروا لهذا. ماذا يحدث؟ أوه لا لا لا، من فضلك. أوه لا، عندما تلمس الحورية الماء تتحول ساقيها إلى ذيل. انظروا ماذا لدي. ماذا؟ هذا يؤلم. أنا أستسلم. على الأقل في هذه المرة كان لديها عدة حماية. كم من الوقت سيستمرون في فعل ذلك؟ مضحك جدا. أبقى عينيك مغمضتين. لا، مفاجأة. ما رأيك؟ دعيني أريك رأيي بهذه القنبلة. أيتها اليد، فكرة عبقرية.
لنضع هذا في الداخل. جاهزون؟ فقط انظروا لسريري الجديد. جميل. طاب مساؤكم. تصبحان على خير كلاكما. عزيزتي، ما رأيك في غرفتك الجديدة؟ حسناً، إنها قليلاً مخيفة. لماذا كل شيء أسود؟ لدي فكرة. انظروا لهذا. لنأخذ بالوناً كبيراً ونملؤه باللماع. أخيراً، نضع الماء. حسناً، الآن الجزء الأفضل. نعم. رائع. فقط انظروا لهذا السرير. يوجد ماء هنا. نعم. حان الوقت لتغيير شكلي. مدهش. ها؟ ما هذا الشيء؟ عين. إيو. لم تستطع الأم تحمل رؤية الذيل. حان وقت دخول حوريتنا الصف. أولا، صديقها الصغير محاصر في وعاء سمك. سأنقذك. ماذا تفعلين؟ شش. ها؟ حسناً، إنه لا أحد ينظر. أنت في أمان الآن. أعلم أنك تقصدين الخير، ولكن لا ينبغي أن تطلق السمكة الذهبية في المرحاض. مرحباً. مرحباً. شفاه جافة. أعلم. انتظري، أعرف ما يجب فعله. خذي صدفة. ألصقيها مع واحدة مماثلة. وضعي بعض الغراء في الوسط. وضعي وعاءً مرطب الشفاه هناك. انتهيت. خذيها. هذا أفضل بكثير. أو لا لا لا، احتفظي به. نفس السترة. أوه، حسناً. لماذا؟ إنها نفسها. لا تقلقي. خذي قطعة من الجلد الأسود. ألصقي بها بعض الحصى عليها. اطليها باللون الأسود. أضيفي اللماع. ألصقي الكريستالات الملونة. وخيطيها على سترتك. تدا! واو واو! هذا جميل! شكراً! حان وقت غداء الحورية. ولكن أولا، إنه يوم السمك. قتلة. هي هي، يجب أن تتوقفوا عن أكل السمك. الحرية للأسماك، لا مزيد من الأطعمة البحرية. إنهم يشعرون بالألم. دعهم يعيشون. توقف.
أوقف عرقتهم من أجل الطعام. إنها ليلة السهر مع حوريتنا وصديقاتها. هل يمكنني لمسها؟ هراشفي؟ نعم. أوه. يا فتيات، لدي فكرة. أحتاج فقط لي جوارب شبكية. أمسكيها بهذه الطريقة. الآن فقط قومي بتطبيق المكياج الملون. أريد أنا أيضا. شكرا. الطلاب يقومون بالرسم في فصل الفن، لكن ماذا عن هذا الصوت؟ ليس هاتفي. أنا واثقة، ليس هاتفي. انتظروا. أوه، كان هذا هاتف الحورية. إنه صادف. ماذا؟ لا تكوني سخيفة. حسناً، سأعود إلى الفصل. كان القطار مزدحماً، ولكن عندما... أوه، وصلتني رسالة. أوه. يا إلهي، لا. دعيني أنظر. إنه لا يعمل. اهدئي، لا تنسي أن صديقتك تعرف كيف تقوم بسحر الحوريات. خذي حافظة هاتف. ألصقي بعض الحصى الزخرفي عليها. استخدمي المزيد من الغراء لإضافة الزخارف التي تحبينها. واو، حوريتنا قامت بإصلاح الهاتف. أدري. أوه واو، يبدو الآن أفضل بكثير. شكرا لك يا عزيزتي. العديد من الطلاب رسبوا في اختبارات الرياضيات، ولكن ليس حوريتنا. ما هي نتيجتك؟ انظري بنفسك. لا تقلق. انظر، أضف أحبار الأخطبوط إلى 5 قواقع. حسناً، لا تنسى علامة الضرب. نعم. أوه، شكراً. عمل رائع. انظري. تهانينا. من كان يمكن أن يفكر أن لغة الحوريات يمكن أن تكون مفيدة جداً عند تعلم الرياضيات؟ حان وقت الذهاب للصف مجدداً. إنها تعيق عمل الجميع. آسفة. خذي بعض عجين الكوكيز. قطعي أشكال حيوانات البحر المفضلة لديك. اخبزيها. زينيها. وخذي تلك الكوكيز إلى الصف. لكم. أوه. واو. رائع. تعالي. لذيذ. حان وقت الغداء في المدرسة. واو، تبدو لذيذة. حوريتنا لا تبدو معجبة بالطعام العادي.
لكن سلطة الأعشاب البحرية هي بالتأكيد ميولها. ياك ياك، جربي هذا. أتعجبك؟ لا، انتظرا. نعم، إنها أفضل بكثير مع طعام السمك. أوه، مقرف، سأتقيأ. ألا تريدان تذوقها؟ اجلسوا. يا له من كتاب رياضيات كبير. أوه، ليس كتاباً. أحضري صندوقاً خشبياً. استخدمي الشريط اللاصق ذو الوجهين لتثبيت غلاف المزيف لكتاب رياضيات. املئيه برمل، حركي وألعاب شاطئ. الآن يمكنك الاستمتاع بصندوق رمل صغير في الصف. إنه مجرد كتاب. أقسم بأنني رأيته. حسناً. أوه. أنت، انتبهي. الحورية تتعلم عن حيواناتها المفضلة، لكن ما هذا؟ توقف! أوه، إنه لوكس. ماذا؟ ما الذي حدث؟ إنه لا يعمل. أوه، حسناً، أعطني لحظة. قومي بإزالة خزان الحبر من القلم. خذي بعض الصلصال واصنعي شكلاً من فرع الأخطبوط. أضيفي صفين من الفتحات عليه. أدخلي خزان الحبر وقومي بتلوينه. إنه جيد. مرحبا، أسمعتم ماذا حدث؟ نعم، أنت أيضا. أنتم. حسنا. كان ذلك مضحكا. أنتم الثلاثة، سأتصل بوالديك. مرحبا، تعال إلى هنا. نعم. أوه يا إلهي، لماذا تهتز كل الأشياء؟ توقف الاهتزاز. هل اتصلت بي؟ أنا... ماذا؟ أوه، لا 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 لا، لا شيء. مرحبا يا حبيبتي. مرحبا يا أبي. أوه، كل شيء على ما يرام. حسنا إذن، الحمد لله أنه غادر. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.